ضمن مزارع الخنفساء السوداء طبعا تزرع وتؤمن لها جو مناسب وغذاء مناسب. في هاي المزرعة بعد ما تفقس البيوض وتصير الشرنقة، طبعا هون تدفئة الجو مشان يكون جو دافئ بالنسبة للشرنقات. تم تغذية الشرنقات بعد ما تصير بحجم معين قبل ما تتحول لخنفساء. طبعا هون كلها هاي شرنقات من بيوض الخنفساء السوداء، الخنفساء العادية اللي نشوفها بالبيوت بالصيف. تأخذ هون طبعا تنحط في أكياس عشان تموت كل الشرنقات. طبعا هون توزع بأواني خاصة يعني مشان تجفيفها، مو تجفيفها بشكل كامل، نصف تجفيف. هلا بتوضع في فرن درجة حرارته منخفضة، يعني مو لدرجة حرارة التحميص، يعني تقريبا بس شبه تجفيف، 50% تجفيف 50%. تنشوف ايش بدهم يعملوا بهاد الشرنقات. هون تروح على مرحلة ثانية اللي هي مرحلة الطحن. شوفوا قوامه نصف جاف، مو هو جاف، نصف جاف. طبعا نحن مثل ما بنعرف اللي الشرنقات والدود والحشرات هي من المواد الغنية بالبروتينات الطبيعية 100%، بس نحن شخصيا نقرف انه ناكلها، بس هي غنية بالبروتينات، غنية بالفيتامينات، غنية بالاحماض الامينية اللي لازمة لنمو جسم الانسان الطبيعي. تعبأ في أكياس من القماش الخاص وتضغط ضمن ضغط هائل حتى تخرج جميع السوائل منها. طبعا هون الضغط هائل، ايش في سوائل تطلع من هاي العلاقات الدود، ضل عنا بس البروتين صافي البروتين. هلا تنشوف المستحضر اللي منضغط ضمن الضغط الهائل. هذا هو المستحضر، طبعا حاليا راح يتم تجفيفه بعد ما نضغط الضغط الهائل هاد وشويها تحمر على درجة حرارة 50%، درجة جافة 50%. حاليا يتم طحنه 100%، طحن نظامي بعد ما راحت السوائل منه. بعد ما يطحن 100% طبعا هون تصير على شكل بودرة. هذه البودرة غنية بالبروتينات، طبعا أنا بالنسبة لي بقدر أكل هاي البودرة بس لمن لو ماني شايف هالمقطع هالفيديو. حاليا راح يوزعوها ضمن مغلفات صغيرة مثل علب، مثل ظروف النسكافيه وظروف الكابتشينو. طبعا كله عقامة 100%، تعقيم كامل، يعني بتحس حالك كأني عم تحضر طبخة أدوية. هون مراحل الطحن الأخيرة بعد ما تحول لبودرة. الدول كلها عم تسعى لإدخال الحشرات في النظام الغذائي. حاليا أوروبا عم تعمل، طلعوا هذول مثل ظروف النسكافيه، بس هي ظروف غنية بالبروتين الطبيعي غير المصنع، أفضل من جميع أنواع الحموض الأمينية من الأرجينين والكرياتين والكله. هاي حموض أمينية طبيعية 100% خالية من المواد المسرطنة مثل الأدوية. طبعا دول أوروبية كلياتها حاليا عم تسعى لإدخال دقيق الحشرات مع الأطعمة، مع الخبز، مع كل شيء. تنشوف استعمال دقيق اليرقات الغني بالبروتين والمفيد جدا جدا جدا. طبعا هون استعماله مثلا مع حليب مثل نسكافيه، مع كل كاس حليب تحط زرف، ممتاز جدا وغني بالبروتين الطبيعي. ارد اعيد واقول بروتين حيواني طبيعي. طبعا هون مع الحلويات تقدر تحط كمان، يعني له عدة استعمالات، تقدر تحطه مع حليب، مع حلويات، تقدر تحطه حتى مع الطبخ، انت عم تطبخ تقدر تحطه.
بس انا بهذا الشكل انه هيك علاقات احطها واكلها ما بقدر، بس بقدر احطها بودرة مثل هيك، مثل على شكل بهارات كويسة. حط لايك.